بسم الله الرحمن الرحيم. كنا حابسين عند سكنة قرفاس. السكنة عرفناها شكون اللي فاتوا فيها الأولين قبله، ولادها عرفناهم، باقي هو قراز كان يخدم في الفور، وقراز في راس العين من الأولين في وهران اللي كانوا أكلون ديسا. كانوا عنده التراكسيون أفون، بعد دار الفودات، بعد دار 403 404 403 203، كان عايش لاباس بيه. المهم شي من الاولين كلونديستان في راس العين، وتنجم تقول في وهران كاع. هذا هو قراز الله يرحمه ويوسع عليه. السكنة اللي حدا قراز هذه اللي فيها الكاري، هذه تاع حمدان الله يرحمه ويوسع عليه. حمدان هذا كان ميكانيسيان بروفيسيونيل، كنا عيطوا له الدكتور السيارات، ميديسان دي فواتير. كان من الاوائل الميكانيسيان، كي تحط له اللوطو يصنف يقول لك هاش فيها. الله يرحمه ويوسع عليه عمي حمدان. شكون اللي ينسى صورو وينسى حومتو القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقلو. هنايا حدا حمدان هذه السكنة فيها ثلاثة عناس، كان بكري السكنة واحدة نتاع عمي بوزيان الله يرحمه ويوسع عليه. هنايا من بعد المكي ولده قال لهم الجماعة كي ولادهم كبروا قال لهم لازم نقسموا كل واحد يدي حقه. ناض مشينا جراو وقسموا الامبيابل وكل واحد ادى حقه. السكنة اللي حدا حمدان هذي هي تاع الهواري خوهم الله يرحمه ويوسع عليه، ونولده هدايا ميكانيسيان. زيد حدا في الوسط السكنة تاع المكي، راه مريض ادعو له ربي يشفيه ان شاء الله. انا في السكنة هذي تحت في الكراج عندهم القدم يعرفوا باللي كانت هنايا مصلى، وكانت مدرسة قرآنية اللي كان يقري فيها هو الشيخ حريزي محمد الله يرحمه ويوسع عليه بو الميلود، هو اللي كان شيخ هنايا. أول ما كاين دولة ربي يشفيه إن شاء الله. تبقى في عقله ديما وأنا حومتي راس العين، وأنا حومتي راس العين راحت وما السكنة هذي اللي حدا المكي هي تاع ابراهيم خوهم الله يرحمه ويوسع عليه. ابراهيم حياته كاملة فوتها في البحر، كان يخدم بطناجة في البحر مع لي بومبي، من بعد دار فلوكة ولا غير عايش غير في البحر الروح. ابراهيم الله يرحمه عنده ولد واحد هو كمال، اللي مقابل له اللي مقابل الكراج تحت على السوزير، ودير واحد انت على الافاش. الله يطول في عمره. راحت وبقى دمعة في العين، ديك الصورة ما زال في عيني، غير البارح ذكريات كي كانت راس العين. زيد احنا ابراهيم هنايا كاين السكن السفرة الكبيرة هذي نتاع الحاج الزاوج الله يرحمه ويوسع عليه. الحاج الزاوج ما خلاش ولاد، هي كان داير أقدم حمام هنايا، وكذلك كانت أقدم كوشة، كنا من كل ناحية نجو طيبوا عندها الكشرة، طيبوا الحلوى. الحاج الزاوج ما خلاش ولاد، ولكن عنده أخوه في البلونتير اللي حكينا عليه في الفيديو الأول، الزاوي القادر هو اللي كان حبيب الحاج بن علة الله يرحمه ويوسع عليه. كي كانت راس العين وكي ولا راس العين خلات والصور تهدم، والغسد بان ما بقى في الارض خضار. نزيدوا احد مول الحمام الزاوي الله يرحمه، نتكلموا على بالحاج الله يرحمه ويوسع عليه، هو كذلك مجاهد.
خلى زوج ولاد، خلى البشير ومحمد وزوج شيرات الله يطول في عمرهم. كاين البشير اللي داير فيغانيزاتور تحت السكنة نتاعهم. شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي مع ولاد الجار، جالس حتى بقيت وحدي نتكلم، راس العين علاش وليتي قفار؟ كنتي بكري المصمودي الله يرحمه هو خانة من خانات راس العين. المصمودي اللي عنده أولاده الله يطول في أعمارهم هما حميدة، ادعو له ربي رحمه غير شوية، ادعو له ربي الشفاء. عنده بوعلام، عنده الحسين ومحمد اللي مات الله يرحمه، وعنده رضوان، وعنده مراد الصغير، وعنده التشيرات الله يطول في أعمارهم. مصمودي كان معروف في كل ولاية وهران، حتى خارج الولاية يعرفوه، واك رايح عند المصمودي، ياك جاي من عند المصمودي، راس العين يعرفوها بكل صراحة بالمصمودي. الخمسة ستة تاع الصباح تلقى الغاشي عندها في الحانوت معمر، دايرة كولا في القهوة عنده، لماذا؟ لأجل السفنج ولا تاي حامي صباح الله. وعندك الدراهم تاكل وما عندكش تاكل. في رمضان تلقى الزلابية، صباع القاضي، الشامية، صباع الكوميسار، صباع الجوج، كل شيء عنده. والناس القصر حتى الأدانة الأول يجوا رايحين. المصمودي كان خانة من خانات راس العين. وعندي حكاية نحكيها لكم على واحد الناس راهم حيين، وراهم وكاين واحد منهم اللي راه معانا في الجروب شافوا منام عليه. والمنام ذاك كان بغي نعاود هنايا اللحم نتاعي يشوك على شاغ دور بول تركبني بكل صراحة الله يرحمه ويوسع عليه. المنام هذا هو المصمودي كان يصدق بزاف، وما جي فايت عليه واحد يقولها في سبيل الله يقول له هاك، برا يقول له هاك. قال لي السيد ده قال لي من مشيت عليه في شخص عليه، قلت له المصمودي تقول هذا في الليل، قلت له المصمودي وين راه؟ قال له واحد قال له ودي صيد خلوه دخلها في الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجعل أمة محمد كلها في جنة الفردوس يا رب العالمين أمين. بس وليتي قفار، كنتي بكري مشهورة كما يلزم، بنيان محصن ثاني نهبط تعبار. احنا المصمودي كان كوافير، الكوافير ده هو البشير الله يذكره بخير في لاسيتي والله يطول في عمره. البشير هذا كان نعيط له لوما توفر، كان يخدم في السبيطار امبيلونسي، ولكن انسان مولا خير، تحي يدير لك البلا، يقلع الدرسة، يدير لي جناليز اللي حبيت، يديها تاع الطب يديها وتريح باذن الله على يده. كان داير كوافير هناك يكمل الخدمة، يجي هنايا يحفر كوافير، يخدم بعد النوبات، وبعد النوبات يتحكى مع أحبابه، يتلاقوا تمالك كما محمد صابا ماردي، كما أحمد ولد المازونية البوليسي، كما بنياطو، كما ولد كما محمد زناسلي ولد زناسلية، كما بن محمود قدور، كما جماعة بزاف يتلاقوا تمالك وبقوا يضحكوا على هم الدنيا. الله الموتى الله يرحمهم، والبشير الله جعل ربي يطول في عمره. حد البشير كان ابو حصون الطاير عبد القادر اللي عنده ولده الفيلالي الحبيب الوزاع وحمية وتتشيرات. الحيين الله يطول في عمرهم، والموتى الله يرحمهم. القصبة والشيوخ غاسلين مثل